هنا هستخدم البتنجان العروس اللي هو البتنجان بتاع الحشو. بجيبه بغسله كويس جدا الاول، وبعدين ببتدي اشيل العنقود شيل من غير سكينه كده، برفع العنقود كده لفوق من غير سكينه يا حبايبي، تمام. وبعدين بعمل ايه؟ بجيب ميه سخنه على النار بحط فيها ملح، وبعدين بقوم منزله البتنجان علشان يتسلق. بس يا جماعة تلات ارباع سلقة مش سلقة كاملة. ليه؟ لان ده مخلل، فانا لسه هحط عليه التتبيلة، فلو هو اصلا مستوي زيادة عن اللزوم هتحسوا ان انتوا بتاكلوا مية، هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجة ملهاش طعم. التتبيلة بقى عبارة عن ايه؟ ثوم مفروم، كزبرة وكمون، خل، سكر، جزر، شبت، فلفل رومي، فلفل حار، وليمون مقشر. انا الحقيقة في البيت بحط الليمون بقشره. هنعمل ايه؟ كله في الكب، كله في الكبة. ثوم، فلفل حار، فلفل رومي، شبت، جزر، ليمون مقشر، خل أبيض، كزبرة ناشفة مطحونة، كمون مطحون، معلقة سكر، معلقة زيت. أنا هنا سلقة فبحط معلقة زيت، محمرة ما بحطش معلقة الزيت، تمام كده. التتبيلة دي واللي فاتت ممكن تتشال في الفريزر، ووقت ما تيجوا تتبلوا تاني تطلعوها. ملحوظة مهمة جدا عايزة أقولها لكم، لما تطلعوه من المية بتاعت السلق بتجيبوا سكينة وبتشقوه من النص وتحطوه في مصفى يصفي ميته تماما. ما ينفعش أبدا أستخدمه وهو عمال ينزل في مية، مش هيبقى طعمه حلو خالص. ها؟ لازم يتصفى من ميته كويس قوي. بعدين أمسك بقى بتنجانية بتنجانية كده، بفتحها من الجنب وبعدين أبتدي أحشيها. أفتحها من الجنب وبعدين أبتدي أحشيها في السلق. بفتح بعد السلق، في القلي بفتح قبل القلي. ليه؟ لان في السلق هتشرب ميه كتيره قوي، في القلي البتنجانه هتفرقع مننا في القلي لو انا مش فاتحاها، تمام كده.